مش محتاجين بقى اقول لكم كل فيديو ان مكتب الكينج من ارخص مكاتب العتبة لللبس الرجالي والاطفالي والشبابي والمحيرات والمقاسات الخاصة كمان. نعتبر يا جماعة خلاص بنصفي الشغل الشتوي الموجود في المكان، لان مش هينزلوا شتوي تاني، فالحقوا العروض دي لسه بيبيع باسعار اول الشتاء، يعني مفيش حاجة غليت عنده، ولو حاجة غليت 5 جنيه 10 جنيه هنقول لكم في الفيديو. النهاردة هيبيع لنا اسعار جملة الجملة، التيشيرتات الرجالي، المقاسات العادية والخاصة، عندنا كمان ترنجات لحد 7 و8 اكس، عندنا شراويل مقاسات عادية وخاصة وشبابي ومحيرات، عندنا جنس يا جماعة حريمي ورجالي وأطفالي ينفع للعيد عامله لنا ب 130 جنيه، عندنا النهاردة سويتشيرتات بناتي، عندنا المحيرات اللي ما بتلاقوش في أي مكان تاني هتلاقوه، عندنا أندر شيرت بقى من أول الأطفالي لحد الرجالي هتلاقوه موجود هناك. الفيديو كله هنقوله بالأسعار والمقاسات والألوان، بس بالله عليكم ما تبخلوش عليا بلايك وشير ودعوة حلوة في التعليقات، ويلا بينا نبدأ الجولة على بركة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. ازيك يا عم عبدو؟ ازيك يا ام مكه، كل سنه وانت طيبه. وانت طيب وبخير، ومتابعينك وعملائنا بخير وبخير وصحه وسعاده، كل سنه وانتم بالف خير. احنا الاسعار عندنا اللي هي هنا زي ما هي ما زودناهاش، تمام، بس في حاجات تانية زادت جت بس بالزياده، تمام، نعرفها برضو للزبائننا. الحاجات الموجوده القديمه بسعرها، اللي جه جديد زايد زي كده ب 130 زي ما هو، ده زي ما هو ب 130 جنيه، يعني احنا ما قلناش ده ب 195 ولا ب 130، يعني رفعنا سعره وعملنا ان احنا كفضنا، احنا بما يرضي الله، تمام، عشان معودين الزبائن على المصداقيه، على المصداقيه، فده 130 ملتون مبطن اهو عطيفه من جوه، ده مبطن ملتون يا جماعه، وده تلبيسه لحد 2 اكس لارج اكس 2 بالوانه 6 الوان، تمام. يعني في بعض المكاتب بتعمل ابو 130 ده بيقول لك 195، تمام، ده كان ب 195 وخليناه ب 130 فالناس تفرح، تمام، لا ده زي ما هو ب 130 احنا ما لا علي ولا نزل يا جماعه، اخره 130، تسلم كده بنبيع للمصنع، تمام، قلنا ده كان ب 200، لا ده كان بكذا وخلاص ب 130، تمام، يعني سعره ما كانش اعلى من 200 او 165 وضربنا في العال ونزلنا، يعني بنعمل زي بتوع التومين وكده، لا تمام، احنا بما يرضي الله عشان معودين زباننا على المصداقيه، ده ب 130 بسعره يا جماعه، لارج اكس 2 في 7 الوان، تسلم، تمام. وفي البولو زي كده برضو، ده البولو نفس القصة برضو، ده برضو ب 130 وده مطرز يا جماعة من هنا، ده تطريز مش تباع، يعني ما بتطلعش في الغسيل، حلو قوي، الوانه كلها موجودة، وده النهاردة على 130 برضو، يعني احنا ما ضربناش في العالي وضحكنا على الناس، احنا بنكون كل مصداقية ده ب 130، تمام، يعني ما قلتش انا ده كان ب 195 ولا خليناه تخفيضات وكده وب 130، لا ده اصلا احنا مخلينه ب 130 من اسبوعين ثلاثة فاتوا، تمام، على 130 بألوانه، عشان الوقت بس بنعرض الوان بس، اللون واحد، لون واحد يا جماعة وفي الوان، تمام، تسلم ايدك، اللي ما فيش منه بنقول ما فيش منه، ولا قطعة قطعتين، ده ب 110 زي ما هو، ده زي ما هو بسعره ب 110، بس موجود منه لونين، الشرايح ده، تمام، الكحلي وايه؟ اللون ده واللون ايه؟ واللون ده وكميات مش كتير، تمام، البترولي والكحلي، الله ينور عليك، حلو قوي، ده زي ما هو ب 110، بالله عليكم كده من اول الفيديو لايك وشير فضلا وليس امرا يا جماعة، يعني خلاص كل سنه وانت طيبه، احنا خلاص يعني بنودع الشتو عندنا هنا كده، تمام، ما نجيبش بضاعه شتو تاني، خلاص كده يا جماعه احنا بنصفي الموجود 30 1، تمام، كل سنه وانتم طيبين، احنا اخر حاجه عندنا في الشتو ده، تمام، تسلم ايدك، ده ب 110، ده ب 110 برضه لحد 2 اكس نفس الخامه لارج اكس، كله مبطن من جوه يا جماعه، تمام، ده ب 110، الناس اللي برضه الوان متاحه، انت عايزه تاخد يعني تاخد حاجه على قد، تسلم ايدك، الوان متاحه برضه منه، ده برضه زي ما هو برضه اللي احنا كنا عارضينه قبل كده 130، ده زي ما هو بسعره على 130 لارج اكس 2 لحد 2 اكس يعني يا جماعه على 130، ده كان ب 195 لا وخلينا ب 130، تمام، ده ب 130 وما تلاقيش اقل اسعار، احنا مالناش منافس، تمام، تسلم ايدك، كل ده النهارده على 130 جنيه، اكتر من 6 7 الوان، تسلم ايديك، على 130، حلو قوي، احنا بنعرض قطعه واحده عشان ايه، تمام، ما نبقاش مملين، عشان وقت الفيديو كمان ما يطولش وتلحقوا تشوفوا موديلات كتير، ده حاجه زي كده برضه بسوسته، ده زيه بس كابتشو سوسته 135، عشان السوسته وتكلفتها 135، تمام، على 135 مطرز، لا السعر ده برضه، تمام، حلو قوي، على 135 جنيه، اكس 2، تمام، لحد 2 اكس، كده وعرضتين، كل ده ميلتون يا جماعه، مبطن، كلها مجربينها، تسلم ايدك، في حاجه زي كده برضو، ده اللي هو الفرزاتش، برضو ب 160، ده الفرزاتش يا جماعه برضو زي ما هو، بصوا واخد من هنا تطريزه عشان تبان، والتطريز اللي ورا والظهر برضو عليه تطريزه كده زي ما انتم شايفين، والوانه كلها موجوده، تمام، اكس 2 والسوسته بتاعتنا معروفه اهي، الشغل كله ما شاء الله عليه، يعني السوسته معروفه اهي، حلو قوي، تسلم ايدك، جوه باينه اهي تطريز، ده مش طباعه، تمام، ده عامل 160، ده ب 160، اللي عايز حاجه ياخد عليها سكرين، ياخد سكرينات يا جماعه، في حاجه تانية زي كده اللي هو التيشيرت ابو تلبيسه ده، اللي زي ما يكون تحت اندر شيرت كده بكابتشو،
حلو قوي ده. ده عامل 170. ده ب 170 جنيه. موجود منه لارج واكس واثنين وتلبيس كبير. تمام. تلبيس كبير اهو. تمام تسلم ايدك. 170. 170 الاثنين بتاعه يجيب ثلاثة يعني؟ موجود تمام تسلم ايدك، الوانه كلها متاحة. والوانه كلها موجودة. الوانه كلها موجودة. اهو عامل 180، ابو سوسته ده اللي هي الكابتشو بتاعه. الكابتشو بتاعه فرو. تمام، وهو مبطن ميلتون. ده 180. ده ب 180. خلي بالك في الكاميرا هنا ده يختلف. تمام. الكاميرا ده يختلف اغلى مش اسود، واخد خطين عشان كده. الزبون يفرق. تمام. حلو قوي. وده قلنا بكام؟ 180 لحد 2 اكس. الوان. تمام، بالوانه لحد 2 اكس 180. حاجة زي كده. بصوا ده برضه 10 جنيه عامل 190. ده ب 190 لحد 2 اكس برضه يا معلم. دي اكس 2 والوانه متاحه. الفرو بقى الكابتشو فرو. تمام حلو قوي، انما هو تبطين ميلتون يا جماعه. والوانه كلها موجوده. والوانه كلها متاحه. تمام. موجود عندنا برضه الجوخ اللي هو الجوخ ده. الجوخ ده يا جماعه ميديم ولارج واكس و2 لحد 2 اكس عامل 195. 195 لحد 2 اكس. والزلطه برضه كابتشو فرو. كابتشو فرو اهو. تمام. والاساور بالدرع بالطريقه دي. تمام. اللي هي اللي زي كده الواسعه مش الضيقه، بتاخد وتد تاخد وضع الجسم. تمام. نفس القصه برضو الكمر هنا. تسلم. ده الكمر ده بيركب جاهز، مش القماشه يعني، في مصانع بتعمل قماشه. تمام. ده بيجي جاهز ده. ده بيجي جاهز الكمر ده. والخامه باينه ممكن. والخامه بتاعتنا جوخ مبطن. في منه لون. قلنا بكام يا معلم؟ اللون ده 195. 195 لحد 2 اكس. بيبدا من الميديم واللارج والاكس والاثنين. تمام لحد 2 اكس. تسلم. 195. تمام. مازال موجود عندنا برضو التيشيرت اللي القطيفه اللي هو الشمواه. الشمواه ده الشمواه يا جماعه عامل 200. ده يتلبس اندر شيرت حلو جدا جدا. ده شمواه قطيفه تحت جاكيت برضو. حلو قوي. وده الوان متاحه. بحب الحاجه القصيره شويه. ده الوانه متاحه موجوده بما فيهم الاسود. فيهم الاسود كمان. 200. ده النهارده ب 200 لحد 2 اكس. لحد 2 اكس موجود منه لارج اكس 2. لارج اكس 2 موجود عندنا. التيشيرت برضو البنات ده. البنات اهو عامل 170. بالله عليكم لايك وشير يا جماعه ما تنسوش. هاي وسط وبيك سايز. ده اوفر سايز. ده اوفر سايز كام النهارده الاوفر سايز؟ 170. ده ب 170 جنيه. ده بنات شملتهم ب 170. تمام تسلم ايدك. ثانيه برضو حوط في منه اللي هي الراوند. اللي هي الراوند زي كده برضو. الراوند يا جماعه برضو ده عامل 150. ده ب 150. اي حاجه هتلاقي السعر مكتوب عليه. يعني اللي هو بكابتشو ب 170 واللي من غير الكابتشو اللي هو الهاي ويست ده ب 150 جنيه. بصوا ده النهارده معانا على 150. والضهر ده برضه من الخلف واخد حرددين من عند الكتف كده. منور عليه. حلو قوي. ده ب 150. تسلم ايدك. تمام. وبرده الوان متاحه والطبعات بتتغير. كلها موجوده. تمام. موجود عندنا برضه التيشيرت اللي هو زي كده ده. زي اللي فوق اللبني ده يا جماعه زي ده. 170 الوانه كلها موجوده واشكال مختلفه. اشكاله مختلفه. ده قلنا ب 100 وكام؟ ده رجالي 170. تمام. ده النهارده معانا على 170 جنيه. ده رجالي عامل 170. تمام تسلم ايدك على 170. ده لحد 2 اكس برضه يا معلم. والوان شايفه منه كحلي واسود وطبعات ثانيه. بصوا طبعه ثانيه اهي وشايفه الزهري. حلو قوي. زي كده. تمام. ده ثاني زي كده. تسلم ايدك. تمام. عليكم السلام. التيشيرت ده اللي هو الشباب ابو سوسته. ده اللي هو الشبابي السوسته. ده لحد 2 اكس بقى. عامل كام؟ 195. ده النهارده ب 195. لحد 2 اكس يا جماعه على 195. 195. بصوا كده برضو. حلو قوي. ومبطن من جوه وشكله تحفه. حلو جدا. على 195. اكس واثنين. والاثنين يلبس ثلاثه شايفاه مرتاح. تلبسه مرتاح. يعني الاثنين ما شاء الله يلبسك كده يا عم عبد. الله ينور عليك. صح كده؟ يلبسك. حلو قوي ده. تمام. تسلم ايدك. موجود برضو عندنا التيشيرت ده اللي هو زي كده. ده حلو قوي ده. ده عامل 195. ده عامل زي الشيء. عامل كام؟ 195. ده النهارده ب 195 جنيه. حلو قوي. ما انا بقول جاكيت على 195 لحد 2 اكس. لارج اكس 2. الوان برضو يعني شايفه كحلي هنا واحنا فردنا البيج وفي زيتي يعني الوان متاحه. نيجي للترنجات. الترنج ده المحير. زي ما هو كده ب 180. ده ب 180 ده اللي هو المحيرات. و14 و16 الخامه اللي احنا عارضينها قبل كده. تمام. اقسم بالله ما فيش زبون شكى منها. تمام على 180. جايه باول الشتاء كميات. خلاص بنصفي كل سنه طيبه. 180 ده النهارده معانا ب 180. بس اللي هو يلبس ايه 14 سنه لحد 14 سنه. صح كده. تمام. وده الرسمه دي اللي هي الديناصور. تمام. التريكس. وموجوده الرسمه دي الرسمه الثانيه برضه 180. تسلم ايدك. بصوا كده. ده برضه ب 180 يلبس لحد 14 سنه. اللي هو مقاس 16 و14 و16 عشان 16 ما بيلبس 16 سنه. لا بيلبس اقل بسنتين. الترنجات دي اخر قطع
190 اللي هو ابو كابتشو ده. اه الكابتشو برضه نفس المقاسات. اه. يلبس لحد 14 سنة على 190. اه تمام. 190؟ اه 190. تسلم ايدك. تمام 190. رزق اللي يجي يلحق، هي الكمية برضه محترمة مش صغيرة. بس الحقوا خد الشغل ده قبل ما يغلى. ب 150 ده النهارده ب 150، ده اللي هو 6 8 10 6 8 10 صح كده على 150. اه ما انا بقول لهم الحقوا عشان هم ما جابوش شغل جديد، لان الشغل ده غالي، فهو بيبيعوا لكم بالسعر اللي جايبه في الاول، فانتوا الحقوا يعني. ده ب 240. بصوا كده معانا لارج اكس 2. اه ده النهارده ب 240، ده رجالي اللي هو لحد 2 اكس، لحد المقاسات 2 متر طول. لا انا قصدي 2 اكس في المقاس، واخر 2 اكس. تمام عامل معانا 200 وكام؟ 240. 240 تمام. كلها موجوده، الوانه متاحه كلها، والسويتشيرت يمشي على بنطلون خروج عادي قوي. موجود برضو عندنا التيشيرت ده الترنج ده. تمام مقاساته ايه برضو يا عم عبد؟ 320. ده ب 310. اسف 310. اللارج اكس 2 ده لحد 2 اكس عامل 310. اللي هي جاست دو اللي عايز حاجه ياخد عليها سكرينه. حلو قوي، خدوا سكرين يا جماعه. برضو موجود منه كميات كانت جايه من الاول. تمام تسلم. ده لو هيجي ينزل دلوقتي هينزل لحد ال 380. اه فانتوا الحقوا يا جماعه. 310. 310 زي ما هو. منه ست الوان. والوانه متاحه لحد 2 اكس بس مش 3. ما ده الموجود عندنا الترند ده. اللي هو الاطفالي مقاس زيرو. هو بيبدا من 115. ده ب 115 موجود منه لحد الرجالي عامل كام؟ لا موجود منه لحد 7 سنين. 7 سنين. آه. الرجالي خلص؟ 7 سنين خلص، ومفيش تكرار تاني. تمام حلو قوي. 140. 140. اه موجود عندنا 140 اللي هو ال 10 سنين يا جماعه. زي ما هو ب 295. ده ب 295. والسمول. يلبس برضه كام؟ يلبس لحد 15 سنه. يلبس 15 سنه. تمام. زي كده. تمام حلو قوي. لحد 15 سنه. قلنا بكام؟ ده ب 295. 295 ده يعتبر مستورد يا جماعه. بصوا السعر اللي بعنا بيه في اول الموسم هو اللي بنبيع بيه، يعني مفيش حاجه غاليه. تمام حلو قوي. الزبون اللي عايز يتاكد يشوف برضو الفيديوهات اللي قبل كده ويشوف احنا صادقين في الكلام ولا لا. تمام حلو قوي قوي. 295. 295. في منه الاسود والزيتي والكحلي. ميديوم وسمول. ميديوم وسمول. حلو قوي. وفي المقاس الصغير شويه اللي هو 6 8 10 ده عامل 285. بيقل 10. ده ب 285. اه 6 8 هو نفس الجوده بس المقاس الاصغر. 285. تسلم ايديكوا. برده في منه مقاس الوان يا جماعه، شايفه الوان. الترنجات اللي زي كده اللي هي الفليز. تمام اللي هي دي الفليز. 230 الاكس لارج. تمام عامله كام؟ 280. 230. 230 دي اللي هي المبطنه من جوه. اللي هي مبطنه من جوه. 230. يعني مش الزنطه بس المبطن، لا ده هي كلها ببقى عارفه ان هي مبطنه كلها. البطانه العطيفه. تمام حلو قوي. دي اللي هي المقسطر، الغطس المقسطر. ده اكبر حاجه فيه. تمام. اول الرجال يعني. ده اول مقاس فيه، اكبر مقاس فيه. 30 وكل مقاس يقل 5. تمام. لحد مقاس 5 ده يلبس 9 سنين. تمام عامل 185. 185 ماشي. تسلم ايدك. الوانه برضه كلها موجوده، الوانه كلها متاحه. تسلم ايديك. بالله عليكم لو لسه مكملين فضلا وليس امرا لايك وشير للفيديو. موجود عندنا الترنج الخاص ده اللي هو 7 اكس بيتهيألي. آه ولا ده لوحده وده لوحده. اه عشان بصوا المقاس قد ايه. خمس سوفت المبطنه قبيلة. ده سوفت مبطن يا جماعه. سوفت مقسطر من جوه. حلو قوي ده مقسطر. تسلم ايدك. تمام. ده عامل 530. 530 من كام اكس لحد كام اكس؟ من 4 اكس لحد 7. من 4 ل 7. عايز اقول لكم حاجه محترمه للخروج قوي يا جماعه. تسلم ايدك. تمام. والرجل واسعه وحلوه. تمام. ده عامل 530. 530. تمام. موجود منه 4 الوان. حلو قوي. وموجود المقاس العادي منه ده ب 470. اللي هو ده سوفت المبطن لطيف. ده سوفت مبطن ب 470 لحد 3 اكس. لحد 3 اكس. لا لحد 2 اكس بس. لحد 2 اكس. ودي اخر كميه فيه. واخر كميه الحبه دول يا جماعه، رزق اللي يجي ويلحق. تعالوا بينا نكمل بقى ونشوف مع بعض كده الجواكت. اجي لك انا كده برضو ايه يبان معانا. ايه اهو الجاكيت ده زي كده على العرض. اما مكه ده موضح اكتر اهو. بصوا كده العرض دول كده ب 150. كله يلبس لحد 12 سنه. يعني اي جاكيت من دول النهارده على 150. من سنتين. تمام. اكبر حاجه ده 12 سنه 150. كل ده ب 150 جنيه النهارده يا جماعه. حلو جدا جدا. برضه موجوده. تمام تسلم ايدك على 150. وعندنا برضه رجال ده زي ما هو كده برضه 180. ده ب 180 جنيه. موجود العروض ابيض واسود. ده قبل كده 185. ده ب 185 لحد 2 اكس. من لا هو مقاس واحد. مقاس واحد؟ لارج واكس. لارج واكس. تمام حلو قوي. كلها موجوده اهي. 185. 185 لارج واكس يا جماعه على 185. 185. بص كده معانا. كل ده ب 185 يعني جنيه. صلى على النبي. يعني اللي ناوي احنا هنا مكتب الكنج زي الحاوي اهو. بص كل ده 185 جنيه.
185 اهو الكميات زي ما انت بص شايف. بص كل ده ب 185. عايز ياخد سكرينه، ياخد سكرينه على اي قطعه يا جماعه؟ والنهارده يوم 30، النهارده 30 واحد يا جماعه 24. ده مفيش شتو وبينزل تاني. تمام، الحقوا العروض اللي هتخلص. عامل 75 زي ما هو بسعره ب 75 جنيه. بس مقاس واحد وخلاص قعد بتاع. تمام، يلبس ايه؟ 8 سنين؟ يلبس لحد 8 سنين. صح كده؟ تمام. يلبس تحتيها هيكون له حاجه ثانيه بيبقى المقاس. بنديكم مقاس الشتو مرتاح شويه. تمام. حاجه ثانيه زي كده. دي تحفه دي. دي بسم الله ما شاء الله 150. جيب 150. تلبس لحد ايه؟ 5 6 سنين؟ لحد تلبس 6 سنين اقصى حاجه ليه؟ 6 سنين اه. والوانها موجوده. تمام، الوانها متاحه. الجماعه اللي هم المليانين شويه ده البيج سايز. كام النهارده؟ عامل 385. 385 موجود منه الاسود والكحلي والزيتي والرصاصي. تمام. تلبسه كام اكس؟ لحد 6 اكس. لحد من كام لسته؟ من 4 اكس ل6. من 4 ل6. تمام، تسلم ايدك. ده مبطن يا جماعه الستان من جوه. مش فروة عشان بس ايه؟ ولا الكابتشو بيتشال بس اسطى بينفصل. حلو قوي. تمام. 385. 385 ده اللي هو البيج سايز يا جماعه. خلصنا كده الجواكت، هنيجي معاكم بقى على الدفات والشراويل. ما زالت الدفايه الحريمه موجوده عندنا ب 105. دي ب 105. القطن مش انا عايز اقول لكم والله تحفه. انا ما مسكتها اول مره كنت فاكراها قطيفه. لا بس هي مش قطيفه. لا تحفه، حلو قوي. في فايبر بس تلبس 80. 80 كيلو. عامله 105. 105. دي زادت 5 عن الاول. زادت 5. بس زادت 5 جنيه. دي شغاله معانا لحد عيد رمضان. ان شاء الله. موجود البنطلون ده برده زاد 10 جنيه. تمام، عامل كام دلوقتي؟ اللي هو المبطن غطس مبطن. كيسين جو زايدين 10 جنيه، ده 145. 145 ده لحد 2 اكس. عشان الزبون لو جه ولقى على الكيس 135. تمام، ياخد 135. ماليش سعر على الكيس ب 145. تمام، قلنا ده ب 145 لحد 2 اكس. اكس و2. اكس و2. تمام، اكس و2. تسلم ايدك. موجود البنطلون برضه السوفت ده. ده اللي كان منه كميه كبيره ده. ب 110. ب 110. 110. تمام، لحد 2 اكس. شفت الباقي ده اهو على 110. بصوا كل حاجه، اغلب الشغل يا جماعه متسعر زي ما انتم شايفين. كلها موجوده على 110. تمام، كلها موجوده. كل درجات الوانه متاحه. البنطلون ده برضه اهو. ده اللي هو كان ب 165. تمام، اللي هنا ده موجود من الاول. ده ب 165 جنيه لحد 2 اكس برضه غطس. لارج واكس و2. تمام، على 165. اللي تحت استك كده مش كود يا جماعه. تمام، عشان بس ايه، بحاول على قد ما اقدر اقول لكم تفاصيل بخامه بمقاس. الغطس ده وده بكود من تحت برضه عامل 145 دلوقتي. 145 ده المبطن. ب 145 لحد 2 اكس. زادت 10. ده كله لحد 2 اكس. زادت 10 وربنا يستر. يا رب الزياده تقف على كده وربنا يبعد عننا البلاء. نازل دلوقتي 145. ده ب 145 جنيه. ده اللي هو رجل السايبه خالص وبكسره من قدام كده يا جماعه. من تحت. تمام، حلو قوي. لحد 2 اكس برضه. عندنا برضه ده اللي هو من الاول هنا 150. ده ب 150. ده لحد 2 اكس. ده اللي هي موجوده دلوقتي. على 150. تمام، لحد اكس واحد بس. تسلم ايدك. وفي الجنب ده برضه يمكن معروض هنا زي كده عامل 165. زي البيج ده. ده ب 165. لارج واكس و2. لحد 2 اكس على 165 جنيه. 165. تمام، ده ميلتون يا جماعه مش غطس. العرض ده اللي حلو والله، رزق اللي لحق وخد منه. ما زالت موجوده. ده ب 130. ما زالت موجوده على 130. 130. تمام، ده ب 130 يا جماعه. جنس يعني احنا بنطلون العيد الناس وبنقول بما يرضي الله. بص كده على 130 جنيه. 130 اصغر مقاس. ده اصغر مقاس. الكبير ده ب 100 وكذا. لا ده بما يرضي الله برضه ب 130. ب 130. كل رسمه مختلفه عن الثانيه. ده برضه ب 130. تمام، برضه موجود عندنا الشورت ده. اللي حابب بقى ده يلبس سنتين ثلاثه. الله ينور عليك. كام برضه؟ زي ما هو ب 60. ب 60 جنيه. الشورت الجنس ب 60. حلو قوي. في اللي هو التوينز زي كده برضه. ده توينز قطعتين وده كان غالي يا جماعه ده. تمام، كام دلوقتي؟ اللهم صل على النبي. 105. 105 كان ب 135. كان لا هو كان ده كان ب 85 95. صح، دلوقتي 105. لا بس انت كنت جايب توينز على 135 مش فاكر. ده كان بتاع السنه اللي فاتت. مش فاكر انا. ده ب 105. ده ب 105 موجود منه مقاسين. ده اكبر مقاس يلبس 4 سنين. 3 4 سنين. وده يلبس سنتين. وده يلبس سنتين على 100 وكام؟ 105. والبنطلون 130 يبقى كده. والبنطلون 130. تمام، حلو قوي. لا قمتقمه لكم يا جماعه. تمام، تسلم ايدك. موجود عندنا برضه البناطيل دي اللي هي احنا قلنا قطع. قطع اللي هي حريمي ورجالي. دول يا جماعه. اللي يجي ولا حاجه منها. فيهم شغل مستورد كتير اسعاره عاليه. ب 130. 130 حريمي ورجالي. وفي منهم رجاله.
على 130 كله، كل ده ب 130 زي ما انتم شايفين. 130 والابيض برضو تمام، والبنات ده والفوق كله ب 130، كل ده ب 130، كل ده النهارده معانا على 130. اي بنطلون من دول كده على 130 جنيه والحاجات دي اهي تمام، بس ما فيش منهم سرقات. لا اللي يجي يلاقي كل قطعه مكسره بمقاسها بلونها عشان بس ايه يبقى للعلم. تمام، تسلم ايدك. بالله عليكم فضلا وليس امرا اللايك وشير، كل شويه افكركم باللايك وانتم بتنسوا. البنطلون السوفت الباجي ده، ده سوفت باجي محمد ده من مكه ب 135، 135. شوف الخامه حلو قوي، ده محببه وتحفه، على 135 تمام لحد 2 اكس، الوانه كلها موجوده. تسلم ايدك. تمام، عندنا البنطلون الخاص ده برضه اهو، ده بنطلون خاص 8 اكس ب 140 ده ب 140 جنيه. بصي 8 اكس 140 على 140، 140 تمام، والوانه كلها موجوده، الوانه كلها متاحه. كان هنا من الاول من 20 يوم، ما اعرفش اللي هينزل الاسبوع الجاي بكام. احنا بنبيع لكم على الكميه الموجوده هنا، اللي هيجي جديد هيبقى بسعره. ما زال موجود عندنا البنطلون ده ابو 90، ده النهارده ب 90 جنيه لحد يعني كام اكس؟ ما ينفعش انا اقول ده كان ب 160 لا وخليته ب 90. لا هو ب 90 اصلا. عشان عودنا الناس على الصدق، ده ب 90 هو ب 90، كام اكس يا معلم؟ في العالي وانزل لا انا والناس تتلم، لا بما يرضي الله ده كان ب 90 من 3 اكس ده ولا ايه؟ ده اكس و2 و3. اكس و2 و3 على 90. ده 3 اكس اهو. تمام، تسلم ايدك. بصوا حلو قوي. الخامه بتاعتنا معروفه من مكه. تمام، ب 90 جنيه، ركزوا معانا في الاسعار. المقاسات اللي هي دي زي كده ب 125. ده ب 125، ده مقاس خاص. خاصه بس موجود اللون ده واللون ده. من كام اكس لكام اكس طيب؟ 3 اكس ل 6. من 3 ل 6 بكام قلنا؟ موجود اللون ده واللون ده ب 135 السعر. 135 تمام، تسلم ايدك على 135. موجود المقاس الخاص اللي زي كده اللي احنا كنا عارضينه قبل كده ب 175. ده ب 175 اللي هو 4 اكس؟ اللي هو 4 و3 و2 بس. 3 تمام، حلو قوي. 175 175 هنا من الاول. ده مبطن ها؟ ده مبطن على 175. موجود عندنا 3 اكس زي كده المبطن عامل 145 تمام. بس موجود اللون ده بس والكحلي. ده والكحلي. على 145؟ 145 موجود اللون ده وموجود اللون الكحلي اهو. بص يا جماعه ده ب 145 جنيه اهو. مقاساته قلنا لحد كام؟ اكس و2 و3 لحد 3 اكس. بص مبطن من جوه. بس الاكس على الاكس عامل 135 والاثنين عامل 140 والثلاثة ده عامل 145 اهو. تمام، كل مقاس بيزيد خمسه. بيزيد خمسه. تمام. موجود عندنا البنطلون المحير ده. ده محير اهو، حلو قوي. ابو كباسين وخط ده، ابو كباسين ده عامل 125. ده ب 125، دي كانت هنا من الاول يعني. تمام، ما زودناهاش على 125. موجود من الرصاصي تمام والرمادي والاسود. هو شبابي يا جماعه. تمام، موجود على حاجه زي كده الغطس بقى اللي هو الجديد ده زي كده عامل 150. ده لحد كام اكس؟ لارج اكس 2 لحد 2 اكس ب 150. ده غطس برضه. تمام، ده بقى اللي عايز يلحق شراويل العيد بقى لسه نازله 150. تمام، كل ده ب 150 ماشي. تمام، موجود عندنا البنطلون الغطس زي كده اهو اللي هو ده 3 اكس اللي هو ده 175، ده الجديد، دي الاسعار الجديده. ده ب 175 3 اكس. وبرده جاي اسود بس ولا المصنع ده بالذات يعني بيجي الحاجه بتاعته وتخلص. تمام، ده اسود والوان واسود ورصاصي فاتح ورصاصي غامق وكحل. الالوان الاساسيه الالوان الاساسيه بتاعته. في مقدره دلوقتي من مكه الناس بتجيب القماش 7 8 الوان، ما فيش هم الاربعه الاساسيين. تمام، اللي يجيب بقى حاجه زي كده ويجيب الوان ويكتر وكده يبقى الخامه اللي هي بتنسل مش مضمونه. تمام، احنا شغال لكم في الخامه كويسه يا جماعه. تمام، الموجود عندنا برضو البنطلون ده اللي هو ب 70 لحد يعني لحد لابس لحد 7 سنين. لحد 7 سنين ب 70. ده اللي هو المطرز، افرد لي بس كده يا عم عبدو عدل. موجود منه اسود. بصوا من هنا، ده النهارده معانا على 70. تمام، ب 70 جنيه. ماشي. تسلم ايدك. حاجه ليه يعني 70؟ تسلم ايدك. تمام، اطفال يا جماعه. 7 سنين. 7 سنين عامل 70. عندنا البنطلون ده زي ما هو عامل 125، الميلتون المبطن اهو. ده ب 125، ميلتون مبطن. 14 و16. تمام، على 125. موجود البنطلون الغطس ده المحير برضه اهو. ده غطس محيره. 125 ب 130 زاد 5. 12 و14 و16. صح، زاد 5 بقى ب 130، كان ب 125. 12 و14 و16. احنا بس بنقول لكم الاسعار. زي كده. تمام. الخامه اللي هي زي كده بالوانها. تسلم ايدك، احنا لو حاجه زادت بنقول لكم بسعرها بنقول لكم اياها. يعني. عليه الصلاه والسلام. المقاسات الخاصه اللي زي كده. المقاسات الخاصه. اللي هي الصف اللي تحت ده مكه. كم اسعاره؟ بس قطع. قطع برضه. الله ينور عليك. تمام. كام يا عم عبدو اسعاره؟ 205 و235 زي كده ومش كله. مش كله. يعني الخاص اللي موجود منها مقاسات وموجود عندنا دلوقتي دي. دي اللي موجود منها مقاسات والوان. دي لحد 5 اكس. لحد 5 عامله كام؟ عامله 235. 235 والباقي قطع. والباقي قطع. تمام. برضه 225. دي برضه لحد 5 اكس على 225. موجود منها الوان
تمام. وفي كميه منها حلو قوي على 225. تمام تسلم ايدك. في تاني معانا وموجود برضو البوكلتات والبروفالات اللي هيكون 120 اهو سعر ده عجينه ده. على 120 موجود اللي هيكون اللي فوق ده اللي هو على الكتابه الاسود ده ب 130 ده ب 130 تمام تسلم ايدك. كل الاطفال اللي وراك ده زي كده ده ب 105 بصوا اهو يا جماعه تمام موجود اهو ما انا لسه بقول وده ب 125 وده ب 125 وده ب 145 وده اللي هو اكبر شويه الله ينور عليك على 145 طب والسوسته ده كام؟ السوسته ده ب 175 175 ده حلو قوي خلي بالك 145 وده ب 145 واللي فوق الزبزال ده برضه 125 125 ده خلصان مفيش تاني الا العرض كل ده خلصان اللي يلحق بقى الحاجات دي لاني خلاص كل سنه وانتم طيبين تمام احنا في اخر فيديوهات الشتاء ربنا يرضي الله مفيش ان انا عامل عروض والحته 90 اقول لا دي ب 170 وبعدين ارجع لل 90 تاني او اخليها 95 لا هي الكلمه هنا واحده يا جماعه احنا بنبيع جمله قطعي والسعر واحد تعبتك معايا اللي يصدق يصدق ما يصدقش هو حر بص العنوان بالتفصيل هينزل لكم صور في نهايه الفيديو هسيب لكم ارقام للتواصل طول عرض الفيديو على الشاشه لينك التليجرام هتلاقوه في اول تعليق بحبكم في الله واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. هنيجي بقى العنوان احنا واقفين دلوقتي قدام العماره ودي بوابه العماره اللي فيها مكتب الكينج في الدور الاول علوي تحته ماتشو زي ما انتم شايفين وجنبه على اليمين كشري وحلواني الامل مشهورين ومعروفين جدا في شارع الجيش في العتبه وجنبه كمان سنتر التوحيد. انا بديكم علامات مميزه تقدروا تيجوا من محطتين مترو لو جايين محطه مترو العتبه هتيجوا تسالوا على شارع الجيش اللي على اول كوبري اللي هو الزهر اللي قدامكم ده زي ما انتم شايفين وتفضلوا ماشيين لحد ما هتيجوا عند مكتب ابراهيم السباعي وماتشو اللي انتم شايفينه ده انا بزوم لكم كمان باب العماره جنب ماتشو على طول اللي انتم شايفينه ده وجنب كشري وحلواني الامل وسنتر التوحيد. لو جايين كمان من اتجاه مترو باب الشعريه هتيجوا من الاتجاه اللي انا بزوم عليه ده اول ما تخرجوا محطة المترو هتلاقوا نفسكم على طول في شارع الجيش هتفضلوا ماشيين ومكملين لحد اول شارع الجيش كده هتلاقوا ماتشو وحلواني الامل كشري برضو بتاع كشري الامل هو موجود في نفس العمارة دي في الدور الاول علوي. انا اوريكم المكانين اللي تقدروا تيجوا منهم دي ماتشو زي ما انتم شايفين هنخش البوابة اللي جنبها على طول ونطلع اول دور علوي عند مكتب الكينج تبقوا تقدروا تيجوا بقى عن طريق محطة مترو العتبة او محطة مترو باب الشعرية. هنطلع مع بعض دي يوفة الكينج زي ما انتم شايفين كده هنطلع مع بعض للدور الاول علوي ونحو الشمال ونمشي لاخر الطرقه على طول ده العرض بتاعهم كمان بتاع الكينج يا جماعه في الوش على طول ده مكتب الكينج اسعاره يا جماعه من ارخص المكاتب في العتبه واحسن معامله كمان والميزه في المكان ان بيديكوا قطعي وجمله سعر واحد لكل متابعين القناه ما تبخلوش بقى عليا بلايك وشير بحبكم في الله واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله.